بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. النهارده احنا بنتكلم على الحلقه الثالثه والاخيره من النيرف سبلاي بتاعه اللور، وبنتكلم على النيرف اسمه كومون كرونيك. زي ما اتفقنا مع بعضنا ان كان عندنا نيرف اسمه السياتيك نيرف، والسياتيك نيرف جه عند الميدل بتاع الباك اوف الثاي وانقسم لبرانشين اسمهم ايه؟ ولا التيبيال، وده اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت. بنتكلم على الكومون كرونيك نيرف. يبقى الكومون كرونيك طلع من الميدل بتاع الباك اوف الثاي، دخل كومبليت الفوس عن طريق الابر انكل، طلع عن طريق اللاترال انكل، عدى على اللاترال هيد اوف جاسترو بنيمياس. المهم بقى اللقطه دي تهمني بقى، عدى على التانك اوف هيد اوف فيبيولا وعلى النيك اوف فيبيولا. يبقى عدى على الهيد اوف فيبيولا والنيك اوف فيبيولا. والحته دي الامر مهمه ليه؟ لان ممكن يحصل انجري للنيرف لو حصل فراكشر للنيك اوف فيبيولا. والنيرف بعد ما عدى دخل ديب العضله اسمها برونيا سترونجس، انقسم لتو تيرمنت ديفيجن اسمه سوبرفيشال وديب برونيا. يبقى باختصار البدايه من السايتك والنهايه انقسم لسوبرفيشال وديب برونيا. يا ترى ايه البرانشات اللي بتجيها الكومن برونيا؟ ماسكلر نو برانشز. فاكرين التيبيان كان بيجي 3-1، لكن هو هنا ده ما بيجيش ماسكلر نو برانشز. كوتينيس بيديني برانشين. ايه هما البرانشين؟ اول برانش بيطلق عليه كلمه شورا الكوميونيكيشن، اي الكومن برونيال. الكومن برونيال بيدي شورا الكوميونيكيشن، الشورا كان طالع من التيبيا، لكن النيرف ده شايفين يا اولاد اسمه ايه؟ اسمه شورا الكوميونيكيشن. وتاني نيرف اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف كاف. يبقى هنا اداني نيرفين، نيرف اسمه شورا الكوميونيكيتنج بيعمل كوميونيكيشن مع الشورا النيرف، والنيرف الثاني اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف كاف. اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف بيسبلاي الانترو لاترال اسبكت بتاعت الليك اللي هو ده. يبقى ده النيرف اسمه كومون برونيال. يبقى الكومون برونيال في النهايه ماسكلر نو برانش، كوتينيوس نو برانش، شورا الكوميونيكيتنج ولاترال كوتينيوس نيرف اوف كاف. يبقى ده كان اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف كاف، والنيرف الثاني كان اسمه يا اولاد اسمه شورال كوميونيكيتنج. بعد كتب الحديث دلوقتي اكتبوا ميديال ولاترال شورال. اما بقى النيرفين الباقيين اسمهم سوبرفيشال وديب رونيا. تعالوا بقى نشوف اللقطه دي. ادي عند النيكو فيبيولا ديب برونياس لونجاس، انقسم النيرف بتاعي into two division. into division نيرف اسمه anterior tibial، والنيرف الثاني اسمه anterior tibial، ده الاسم القديم. اسمه الثاني بقى اللي انا هصر عليه deep peroneal، والنيرف الثاني اسمه musculocutaneous او اسمه الجديد superficial peroneal. مفيش داعي بقى ان احنا ندخل في الاسامي اللي هو الصعبه. يبقى الكومن peroneal اداني برانشين، واحد للانتيريور كومبارتمنت واحد للاترال كومبارتمنت. يبقى الكومن برونيال نيرف بتاع الانتيريور كومبارتمنت اسمه ديب برونيال، والنيرف بتاع اللاترال كومبارتمنت اسمه سوبرفيشال برونيال. يبقى النيرف بتاع الانتيريور كومبارتمنت اسمه يا ولاد ديب برونيال، بتاع اللاتر كومباكتمنت اسمه سوبرفيشال برونيال. لو انا كنت جاي ببص كده ادي الديب برونيال، الديب برونيال كالمعتاد هيدي ماسكلر كوتينيوس. يبقى عدينا عدد هنا ماسكلر للعضلات بتاعت الانتير كومباكتمنت اوف ليك. ايه العضلات بتاعت الانتير كومباكتمنت؟ تبيالس انتير، اكستنسور ديجيتورم لونجاس، extensor halysis longus peroneus tertius، وعضل على الدورسال اسمها extensor digitorum brevis. يبقى بيدي ماسكلر للانتيريور كومبارتمنت. كوتينيوس بيدي للسكن بتوين البيج تو والسكند تو. شايفين يا اولاد كده؟ عشان خد بالكم ان الكوتينيوس بتاعت الفوت دي هتلخبطكم بعد كده. اس اس كان موجود على الاطراف. السافيلس بيدي الميديال بتاع الفوت بس ما بيديش البيج تو. الشورا بيدي اللاترال اسم بتاع الفوت والليتل دون. الديب برونيال بيدي الجاب او الكليفت بتوين البيج دون والسكند دون. يبقى الكوتينيوس
بيدي اللي هو الكليف بين اللي هي البيك تون والسكند تون. والماسكلر العضلات بتاعت الانتيريور كومبارتمنت اوف ليج. ده دي برونيال نيرف. السوبرفيشال برونيال نيرف يا ولاد بقى اللي هو ده نيرف ربنا خلقه كان اسمه القديم ماسكل كوتينيس، يعني ماسل وجلد. هيقول لي ما كلهم ماسل وجلد. عضلتين في اللاترال كومبارتمنت يبقى ماسكلر العضلات بتاعت اللاترال كومبارتمنت، يعني برونيس لونجس وبريفز. يبقى عندنا ماسكلر برونيس لونجس وبريفز. كوتينيس بيدي بقيه الفوت يا ولاد. يعني هنا بقى كل بقيه الفوت بقى اللي انت هتنمرها بعد كده هو النيرف اللي بيدي الدورس اوف ذا فوت وبيدي الجنب بتوين الفوت ما عدا ثلاث حاجات. الثلاث حتت اللي هو ما بيديهاش الاس اس السافلس والشورا والجاب بتوين البيك تو والسكند تو ما عدا دول يا شباب هو بيدي موست اوف ذا فوت. يبقى الكونتينيوس بتاعه بيدي الموست اوف فوت. يبقى لو انا كنت جاي ببص كده باختصار واحط لنفسي بقى مات نهائيه أقلور فيها كل أفكاري، يعني عايز أبقى أقلور أفكارنا، يبقى باختصار يا ولاد كان عندنا هنا في بلكسس اسمها اللامبر بلكسس. وفي بلكسس تانية كان اسمها إيه؟ ساكرال بلكسس. إيه دي؟ طلع من اللامبر بلكسس نيرفين اسمهم إيه؟ فيمورال. ده الأنتيريور كومبارتمنت بتاعت الليك. أوبتيوريتور بيدي الميجر كومبارتمنت سوري الفيمورال للانتيريور كومبارتمنت بتاع الثاي والاوبتيوريتور للميجر كومبارتمنت بتاع الثاي ما عدا عضله اتفقنا اسمها اسكيال بارت في الادكتور ماجنس. الفيمورال ده لو انا كنت جاي بقى عشان اكمل المال يبقى هنكتب هنا ماسكلر عضلات ماسكلر يبقى بيدي ايه؟ بيدي اربع عضلات فاكرينهم؟ كان بيدي السارتوريوس الكوادري سيبس فيموريس بيدي الالياكس والبكتينيس. والكوتينيس بتاعه ثلاث حاجات ميجر والانترميديت والسافينس نيرف. يبقى بيدي السافينس نيرف والميجر بتاع الثاي والانترميديت بتاع الثاي. يبقى ده النيرف اللي كان اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه فيمورال. تاني نيرف موجود عندي كان اسمه ايه؟ اوبتيوريتور نيرف بيدي ماسل وجلد كوتينيس. الكوتينيس برضه بيدي الميديا الاسفل بتاع الثاي. يبقى في نيرفين بيدوا الميديا الاسفل بتاع الثاي. والماسكلر كل الماسل بتاع الميديا كومبارتمنت اكسبت الاسكيال بارت اوف ادكتور ماجنس. هسيب البكتينيس لانها احتمال تاخد منه. يبقى ده تاني نيرف موجود عندي في الساي. تالت نيرف موجود عندي في الساي يا ولاد يبقى ده طلع من البلكسس اللي اسمها ايه؟ ساكرال بلكسس. النيرف كان اسمه ايه؟ اسمه سياتيك نيرف. السياتيك نيرف ده يمشي بقاعده 3 1 ماسكلر بس 3 هامسترينجز وواحد اللي هو الاسكيال بارت بتاع الادكتور ماجنس. السياتيك نيرف ده بيتقسم لبرانشين واحد اسمه تيبيا. التبيا بيمشي في الكوبليتيال فوسا الاول بعد كده بيمشي فين يا اولاد؟ بيمشي في الليك. التبيا النيرفي الكوبليتيال فوسا ماشي مع قاعده 3-1 يبقى ماسكلر 3-1 3 سوبرفيشيال وواحد ديب 3-1 3 سوبرفيشيال وواحد ديب الديب اللي هي الكوبليتيال والثلاثه سوبرفيشيال جاست بريمس وسوري سوبرانتيس. وبيدي كوتينيوس النيرف الشهير او اللي اسمه شورا نيرف اللي ممكن نستخدمه في الجرافتنج اوبريشن. تبيا النيرف ان ذا ليج بيدخل ويدي بعدك 3-1 3 ديب 1 سوبرفيش. تبيا اللي اسمه ستير فلكس الشورا ملوكس فلكس الاسترونجس والسوبرفيشال سوليد. وبيدي كوتينيس للكعب اسمها ميديال كالكينيان رينجز. النيرف الاخراني
كان اسمه كومان برونيل. والكومان برونيل ده انقسم لبرانشين، اسمهم البرانشين اسمهم سوبرفيشال برونيل والديب برونيل. يبقى الديب برونيل وسوبرفيشال برونيل. اول واحد فيهم يا ولاد اللي كان اسمه كومان برونيل، كومان برونيل ماسكولار نو برانشز، ما بيديش عضلات. كوتينيس بيديني برانشين شورال كومينيوكيتينج ولاترال كوتينيس نيرف اوف كام. انقسم لديب برونيل وسوبرفيشال برونيل. الديب برونيل بيدي الماسلز ماسكولار وكوتينيس كالمعتاد، ماسكولار للماسلز بتاعت الانتيريور كومباكتمنت بتاعت الليج. طب السوبرفيشال برونيل كان بيدي ماسكولار لمين؟ للماسلز بتاعت اللاترال كومباكتمنت بتاعت الليج. كوتينيس ده كان بيدي الجاب او الكليفت بتوين البيج تو والسكند تو. اما الكومر سوري السوبرفيشال برونيل بيدي موست اوف ذا فوت ما عدا ثلاث اماكن. ايه الثلاث اماكن اللي هو موجودين؟ الاس اس اللي هو الشورال والسافينس والجاب بتوين البيج تو والسكند تو. يبقى ده ملخص النيرف سبلاي. اخر معلومه عايز اقولها، الكومن برونيل هو الكومنست نيرف اللي بيحصل له انجري لانه ريليتد للنيك اوف ذا فيبيولا، وبيحصل حاجه اسمها دروب فوت. نتقابل في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.